السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده متميز لأن أنت تقدر تتكلم كأنك بتتكلم مع شات جي بي تي، أو تختار شخصية معينة مثلا شخصية سوبر مان وتتكلم معاه، يعني ممكن تتكلم بابليك مع الذكاء الاصطناعي، أو تختار شخصية من الشخصيات التاريخية اللي أنت ممكن تتكلم معاه. فأنا سألته أنت ليه ما بتلبس قناع زي باتمان؟ طب انت لو انت ما بتلبس قناع ازاي الناس ما تعرفش عليك وكذا. فكأنك انت بتناقش شخصية فعلا حقيقية، ودي عامل فعلا مشكلة ان في احد الصحافة اتكلمت مع الذكاء الصناعي على ان هو لاعب مشهور وهو جاوب كل الاجوبة صح، لكن هي محادثة ملفقة لم تحدث. فانا لما سألت الذكاء الصناعي العام قال ان هو جي بي تي 3.5. تعالى نسأل بيل جيتس بقى ايه معلومات عنه. في وقت تقدر تقول له نيو شات لما تختار شخصية، لأما تتكلم بابليك مع الناس كلها. ده الموديل. تعالى بقى نتكلم مع جي بي تي 4 وليس 3.5. وممكن تعمل العلامة دي لو انت عايز تتكلم مع شخص بعينه.